بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل إن شاء الله محاضرة الريفرنس انترفال. وذكرنا في المحاضرة السابقة إنه لما يكون عندنا القيم بتمثل بارامتريك أو نورمال ديستريبيوشن حوالين المين، ويمثل هذا الشيء بشكل البيل شيب على الرسم البياني اللي هو بيمثل الإكس أكسس قيم النتائج اللي انا حصلت عليها من الريفرنس انديفيديوالز او الريفرنس فاليوز، والواي اكسس او المحور الصادي اللي هو بيمثل الفريكوينسي قديش تكرار القيم اللي ظهرت معايا في الاكس اكسس. هذا بيطلع معايا البيل شيب اللي هو بدل على انه انا عندي نورمال ديستريبيوشن او جيسيان ديستريبيوشن. ذكرنا في المحاضرة السابقة انه في حال ما يكون انا عندي نورمال ديستريبيوشن انا بحسب المين زائد او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن. زي ما ذكرنا بكون المين ناقص 2 ستاندرد ديفيشن هو اللور ليميت للريفرنس انترفال، والمين زائد 2 ستاندرد ديفيشن هو الابر ليميت للريفرنس انترفال. وذكرنا انه قبل ما نعمل هذه الحسبة يجب ان نتأكد انه انا ما عنديش اوتلايرز، والاوتلايرز انا بعرفها من خلال حساب المين زائد 3 زائد او ناقص 3 ستاندرد ديفيشنز. ما زاد عن ذا عن مين زائد 3 ستاندرد ديفيشن بحسبها اوتلايرز بشيلها من الحسبه خالص، او ما نقص عن المين زائد ناقص 3 ستاندرد ديفيشن برضو انا بشيلها من الحسبه خالص، وبرجع بعيد المين والستاندرد ديفيشن من اول وجديد، بحسبه من اول وجديد وبحسب على مين زائد 2 زائد او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن. وذكرنا هنا قلنا في مثال، هذا المثال ببين لي عندي مجموعة من الداتا، مثلا أنا حصلت على هذول كل داتا بتمثل شخص من الريفرنس انديفيديوالز اللي أنا اخترتهم ضمن المعايير يكونوا اللي بتعتمد عليهم في حساب ريفرنس انترفال، وكل قراءة من هذه القراءات هي فاليو ريفرنس فاليو. طيب الآن على الريفرنس فاليوز هذه أنا بدي أعتمد عليها في إنشاء الريفرنس انترفال لفحص معين أيا كان هذا الفحص. قلنا في البداية عشان أنا أتأكد إنه الداتا اللي عندي هي نورمال ديستريبيوشن بقوم بحسب المين واللي هو طلع معي 11.3، الميديان 11.3، والمود 11.3. لو أنت حسبتهم براحتك على الكالكوليتر، دخلت الداتا هذه على البرنامج أو على الكالكوليتر هتلاقي إنه المين والأفريج والمود متساويين. إذا هذه القراءات هي قراءات تمثل نورمال ديستريبيوشن، وبحسب الستاندرد ديفيشن اللي هو طلع معي 78%. وبالتالي أنا بقدر الآن أجرب إنه هل في عندي أوتلايرز ولا لا، بقوم بأحسب على إنه المين زائد 3 ستاندرد ديفيشن. بجمع المين مع 3 ستاندرد ديفيشن بشوف في قيمة أكبر من 13.6. إذا كان في عندي قيمة أكبر من 13.6 بتكون هذه أوتلاير أنا بشيلها. إذا كان في عندي مين ناقص 3 ستاندرد ديفيشن اللي هي طلعت معي 9 بناء على الحسابات اللي عندي، إذا أي قيمة أقل من 9 بعتبرها أوتلاير بشيلها خالص من الحسابات وبرجع بعيد قلنا وبعيد تاني حساب المين زائد أو الستاندرد ديفيشن بعد ما أشيل الأوتلاير. الآن لما شلت الأوتلاير هو ما كانش عندي في أوتلاير، لكن في حال ما كل بشيلهم الآن ما فيش عندي أوتلاير، يبقى برجع بحسب المين زاد أو ناقص 2 ستاندرد ديفيشن. فطلع المين ناقص 2 ستاندرد ديفيشن طلع 9.7، المين زائد 2 ستاندرد ديفيشن طلع 12.9. يبقى ما بقول أنا هذا ال 9.7 هو اللور ليميت للريفرنس انترفال، وال 12.9 هو الأبر ليميت للريفرنس انترفال. وهيك بكون أنا حسبت الريفرنس انترفال للداتا اللي بتمثل عندي جيسيان او نورمال ديستريبيوشن حوالين المين. الصوره هذه بتوضح لي انه في بعض احيانا مش دائما تمشي معايا الامور على اساس انه يكون الداتا اللي انا بجمعها من ريفرنس انديفيديوالز بتمثل لي نورمال ديستريبيوشن، انما احيانا بكون في عندي لما باجي برسم الكيرف المفروض يطلع عندي بيل شيب بيطلع عندي سكيود يعني في انحراف، وبالتالي ممكن السكيود هذا زي ما انتم شايفين بنسميه ليفت سكيود، يعني بيكون عندنا الانحراف جاي من جهه الشمال للكيرف، او رايت سكيود بيكون الانحراف جاي على الجهه اليمين من البيل شيب، وبالتالي هذا
المنظر الامامي سواء كان الرايت سكيود او الليفت سكيود بيكون مش نورمال ديستريبيوشن، وهذه دلاله على انه الداتا اللي عندك هي نون بارامتريك او اب نورمال ديستريبيوشن او سكيود ديستريبيوشن. طيب في الحاله هذه انا بقول عنها هذه نون جيسن ديستريبيوشن، او بالتالي انا بتعامل معها بطريقه مختلفه عن طريقه النورمال ديستريبيوشن في حساب ريفرنس انترفال. طيب خلينا نشوف احنا الان كيف لو في عندي انا النون جيسن ديستريبيوشن. طبعا احنا قلنا نتذكر انه مش بس نعتمد على تحديد انه الداتا اللي عندي سكيود داتا او نون بارامتريك، في عندي قياس اللي هو المود والمين والميديان، فاذا كانوا هذول مش متساويين معناته هذه دلاله قويه وقاطعه على انه الداتا اللي عندي هي نون بارامتريك او نون جيسن ديستريبيوشن داتا. طيب خلينا نشوف هنا ايش بالضبط اللي بيصير في حساب عمليه الانترفال الريفرنس انترفال، ايش اللي بيصير معنا في عمليه الحساب النون جيسن ديستريبيوشن داتا. بقول لي داتا كان بي ماثيماتيكالي ترانسفورد تو لوغاريتمز. If this yield normal or guessing distribution, the geometric mean زائد أو ناقص 2 standard deviation can be used for reference range determination. Will geometric means are based on the log transform data. الآن لما يكون عندي non-guessing distribution ما بقدرش أتعامل معها بالطريقة السابقة اللي تعلمناها في normal distribution أو في guessing distribution. طيب الآن أنا إيش اللي بدي أسويه؟ أنا بدي أحول الداتا اللي هي المتوزع توزيع غير متجانس حوالين المين، بدي احولها بطريقه رياضيه الى داتا بحيث انها تكون تديني جيسن ديستريبيوشن. يعني انا بدي احول الداتا من نون جيسن ديستريبيوشن الى جيسن ديستريبيوشن. رياضيا بيتم تحويل الداتا هذه من نون جيسن الى جيسن ديستريبيوشن بواسطه اللي هو حاجه اسمها لوج ترانسفورميشن. لوج ترانسفورميشن يعني ان انا باخذ الداتا الارقام كل ريزلت من الريفرنس انديفيديوال، كل ريزلت من الداتا اللي طلعت معايا بحولها الى اللوغاريتم تبعها، بحولها الى ايه؟ الى اللوغاريتم تبعها. وبالتالي لو هنا مثلا في الداتا اللي عندي هنا، لو فرضنا انه هذه العينه او هذه الداتا اللي عندي هذه نون بارامتريك ديستريبيوشن، لو فرضنا ذلك معناته كل قراءة كل ريزلت اللي بتمثل نتيجة للريفرنس انديفيديوالز بدي احولها اعملها لوج ترانسفورميشن واعمل لها تحويل من القيمة الريال فاليو الى لوج فاليو، من الريال فاليو الى لوج فاليو. ايش يعني من الريال فاليو الى لوج فاليو؟ يعني من القيمة الطبيعية اللي طلعت معايا بدي احولها الى القيمة اللوغاريتم تبعها. لقيت انا بالنسبة للوغاريتم في لوغاريتمات تكون القاعده تبعتها البيز 2 اللي هو اللوغاريتم تو ذا بيز 2، او اللوغاريتم العشري اللي هو تو ذا بيز 10، او اللوغاريتم الطبيعي تو ذا بيز اي. هذا المفروض انتم اخذتوه في المساقات الرياضيات. باي حال اللي بيتم تحويل الداتا اللي طلعت معايا اللي هي نون جيسن ديستريبيوشن، كل ريزلت من الريزلتس اللي طلعت معايا اللي تبعت الريفرنس انديفيديوالز هذول انا بحولها الى اللوغاريتم. هل جيت انا احولها للوغاريتم تو ذا بيس 2 او تو ذا بيس 10 او تو ذا بيس اي اللي هو بسميه الناتشر لوغاريتم، هذا بتحددها طبيعه اللي هو الداتا اللي عندي. طيب الان لو انا بدي احولها، حولتها وبعد ما بحول الداتا، تحويل الداتا هذا سهل جدا، بامكانك انك انت عن طريق بعض الصفحات الانترنت تستطيع انك انت تحولها بكل سهوله، وتستطيع انك انت بعد ما تحول اللوغاريتم تحسب الجيومتريك مين، تحسب الجيومتريك مين للقيم اللي انت حولتها الى اللوج ترانسفورم داتا. الداتا اللي طلعت عندك بعد ما حولتها الى الشكل اللوغاريتمي بتجيب المين تبعها وبتجيب الستاندرد ديفيشن تبعها بالطريقه العاديه. الجيومتريك مين اللي هو الـ الارقام اللي طلعت معاك بناء على انه الداتا المحوله الى لوغاريتم. يعني هنا بقول الجيومتريك مينز ار بيست اون لوج ترانسفورم داتا. بعد ما تحولت الداتا الى لوج ترانسفورم شيب انت بتعمل الجيومتريك مين. الان في الصوره اللي امامي هنا
في عندي طريقة تحويل الجيومتريك مين اللي مثلا هنا مثال بيقول لي فان جيومتريك مين اوف 2 3 5 3 10 8. هذه مثلا مثال ارقام تم تحويلها من الريال فاليو الى اللوج فاليو، تم تحويلها من الريال فاليو الى اللوج فاليو. فانا لما حولتها الى اللوج فاليو طلعت معي 2 3 5 10 و8. طيب انا بدي اجيب الجيومتريك مين. الجيومتريك مين بتيجي عن طريق ان انا القيم اللي عندي بضربها في بعض وبحطها تحت الجذر، الجذر الايش؟ الجذر الان تو ذا باور ان، وبالتالي مش جذر تربيعي ولا جذر تكعيبي. وبالتالي لو كان انا عندي مثلا عندي قديش عددهم 1 2 3 4 5 6، يبدا بحط الجذر للباور ان اللي هو الباور 6 تحت الجذر حاصل ضربهم، تحت الجذر هو حاصل ضربهم. فحاصل ضرب 2 3 في 2 في 3 في 5 في 3 في 10 في 8 بيطلع عندي 7200. الرقم حاصل الضرب 7200 بحطهم تحت الجذر للقوة 6، فبيطلع عندي 4 من 10 تقريبا. هذا اللي هو الجيومتريك مين. الجيومتريك مين هذا لمين؟ لقيم اللوج ترانسفورم داتا، لقيم اللوج ترانسفورم داتا. طيب بعد ما حصلنا بكون انا بحسب لهذه اللوج ترانسفورم داتا الستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن بنحسب طبيعي لهذه القيم، وبالتالي بصير انا بجمع ال 4.4 من 10 زائد او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن، بالضبط زي الطريقه اللي احنا حسبناها في المحاضره اللي السابقه. بالتالي هنا بكون انا حصلت على المين زائد 2 ستاندرد زائد او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن. طيب الان في عندي لما طلع معايا الجيومتريك مين زائد ناقص 2 ستاندرد ديفيشن، هذا الرينج اللي طلع معايا هو مبني على اللوج ترانسفورم داتا، وبالتالي بعد ما انا بطلع الرينج هذا لازم ارجع احوله للريال فاليو، لانه هي مش ريال فاليو، هذه لوج ترانسفورم فاليو. وبالتالي بعد انا ما بطلع الجيومتريك مين زائد او 2 زائد ناقص 2 ستاندرد ديفيشن، الرينج اللي بيطلع معايا رقمين اللي هو اللور ليميت والابر ليميت. اللور ليميت والابر ليميت بحولهم الى ايه؟ بحولهم الى الريال فاليوز اللي هو عكس اللي هو عمليه عكس اللوج ترانسفورم، فبعكس عمليه اللوج ترانسفورم، وبالتالي بتطلع معايا اللي هو ريفرنس انترفال اللي بناء على الريال فاليوز. طب انا ايش استفدت من الكلام هذا؟ استفدت من الكلام هذا انه انا تعاملت وطلعت الريفرنس انترفال في البدايه لجيسيان ديستريبيوشن نورمال ديستريبيوشن لمين؟ للوج ترانسفورم داتا. بعد ما طلعت الريفرنس انترفال للوج ترانسفورم داتا حولتها رجعتها الى اصلها اللي هو الريال فاليوز، وهيك بكون انا طلعت بكون هنا طلعت الريفرنس انترفال بناء على ايه؟ بناء على توزيع بارامتريك جيسن ديستريبيوشن للوج ترانسفورم داتا. هنا في عندي مثال في الصوره اللي امامكم، في عندي داتا هذا بيقول لي اكتشوال واي اللي هي اكتشوال فاليوز اللي هي العمود 1 و2 و3 و4. عندي قيم لفحص معين بيبدا يعني 895 وبيبدا يعني القيم تتغير. في العمود الثلاث الاربع الاعمده اللي هم على اليمين اللي هو ترانسفورم لوج واي اللي هي ترانسفورم لوج ترانسفورم داتا. الان احنا حولنا كل القيم اللي امامكم هنا على الاعمده الاربع هنا حولناها الى اللوج، هنا نحولها الى اللوج العشري يعني اللوغاريتم تو ذا بيس 10، اللوغاريتم تو ذا بيس 10. فانت بتقدر تتاكد مثلا 895 لو حطيناها على الجذر او اللوغاريتم تو ذا بيس 10 هيطلع معايا 2.9 من 10 تقريبا، وبالتالي احنا حولناها هنا بالطريقه. الان انت ممكن تحولها باللوغاريتم تو ذا بيس 2 او لوغاريتم تو ذا بيس اي او اللي بنسميه الناتشرال لوغاريتم. على اي حال لو خدنا مثال هنا ايش صار في هذه الداتا بعد ما حولناها الى الشكل اللوغاريتمي او لوج ترانسفورم داتا. لاحظ هنا انه الفاليوز الافريج اللي عندي للعمود اللي هنا طلع 671، هنا 1701 وهكذا. الان الستاندرد ديفيشن، الستاندرد ديفيشن لهذه القراءات في العمود الاول طلعت 234. طب الستاندرد ديفيشن للقراءات هنا طلعت 357، هنا 2326، هنا 6689. بنلاحظ هنا انه الستاندرد ديفيشنز
متباعدة عن بعضها ومش متناسقة مع بعضها، رغم إنه هذه القراءات هي تعتبر قراءات لـ reference population، المفروض إنه أنا بيكونوا هوموجينس، لكن هم مش هوموجينس طلعوا، وبالتالي لاحظ إنه الـ standard deviation طلعت مختلفة معايا أو في تباعد بينهم. طب لو جينا حولنا الداتا اللي عندي هنا من الريال فاليوز الى اللوب ترانسفورمد فاليوز، بنلاحظ انه الافرج طلعت معايا 2.8 3.2 3.9 4.4 متقاربه بشكل اكبر بكتير. المهم اللي بيهمني هنا، لاحظ هنا اللي هو ايه، اللي هو الستاندرد ديفيشن تقريبا متساوي. الستاندرد ديفيشنز هنا للاعمده الاربعه تقريبا متساوي، رغم انه كان هنا متباعد بشكل كبير زي ما انتم ملاحظين. ففهمتي هنا في العمود الاول كان 1 او 15%، العمود الثاني كان 98 من 1000، يعني تقريبا 1 من 10 قريبه من ال 15، هنا تقريبا 1 من 10، هنا تقريبا 1 من 10، فالتقارب هنا واضح بشكل كبير جدا في اللوج ترانسفورم داتا، في حين انه الاكشوال داتا او الريال داتا بنلاحظ انه في تباعد في الستاندرد ديفيشن. هذا بدل على ايش؟ بدل على انه اصبحت القيم اللي موجوده عندي قيم متقاربه. واحنا ذكرنا في المحاضره السابقه قلنا انه الستاندرد ديفيشن معناه ايش؟ معناته انه الداتا اللي انا جمعتها قريبه في القيمه، في القيم مع بعضيها، منسجمه مع بعضيها، وبالتالي الستاندرد ديفيشن طلع هنا ايه؟ طلع قليل. وبالتالي لما بيكون في عند العمود هنا الاول والثاني والثالث والرابع الستاندرد ديفيشن، الستاندرد ديفيشنز قريبه من بعضها، هذا معناته القيم في العمود الاول قريبه جدا من العمود الثاني، قريبه من العمود الثالث، قريبه من العمود الرابع، وهذا اللي انا بدور عليه ان هي تكون قريبه مع بعضها، وبالتالي بيكون عندي ايه، بيكون عندي الداتا اللي انا طلعتها ممكن تكون الى حد كبير اللي هو جيسيان ديستريبيوشن. طيب السؤال، هل بالضرورة في كل مرة، هل بالضرورة يكون في كل مرة يكون عندي اللوج ترانسفورم داتا يديني جيسيان ديستريبيوشن؟ لا، ممكن انه انا اسوي لوج ترانسفورم داتا واحولها الى من ريال فاليوز الى اللوج فاليوز، وبالتالي القيم هنا مش بالضرورة احيانا تطلع عندي القيم جيسيان ديستريبيوشن. في الحالة هذه أنا إيش بسوي؟ بسوي في طريقة ثانية، بتعامل مع الداتا بحيث إنها تكون أسلم على إنها نون جيسن ديستريبيوشن وإلها طريقة. لكن إحنا بداية إذا كان عندي نون بارامتريك أو نون جيسن ديستريبيوشن بعملها لوج، بعملها لوج ترانسفورميشن. إذا لما بكون عندي التحويل الريال فاليوز إلى لوج ترانسفورم فاليوز وبلاقي إنه القيم أصبحت عندي جيسن ديستريبيوشن، بأعمل جيومتريك مين زائد أو ناقص 2 ستاندرد ديفيشن وبطلع القيم وبرجعها تاني عكس عملية اللوج ترانسفورم. طيب إذا ما طلعش معايا رغم إنه عملت لها لوج ترانسفورميشن ما طلعش معايا جيسن ديستريبيوشن، خلاص بسلم بالأمر وبقى هتستخدم طريقة مخصصة هنجيها كيف اتعامل او كيف اجيب الريفرنس انترفال من خلال اللي هي نان جيسيان ديستريبيوشن. طيب نكمل مع هذا المثال. في المثال اللي عندي انا جبت اللي هو المين اللي هو الجيومتريك مين. هذا الجيومتريك مين، الجيومتريك مين، الجيومتريك مين، مثلا انا اخذت العمود الاول، مثلا بدناش ناخذ الاعمده كلها، ناخذ مثال العمود الاول. فهنا حسبت الجيومتريك مين نفس الطريقه اللي احنا حكيناها في السلايد اللي قبلها. فالجيومتريك مين طلع عندي 2.8 زائد او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن، فالستاندرد ديفيشن طلع عندي هنا زي ما احنا شايفين اللي هو 15%. طيب فاصبح عندي 2.8 زائد او ناقص اللي هو 2 في 15% اللي هو بيطلع 3/10، فبيطلع عندي انا 3.1 الى 2.5. فلما اضفنا 2.8 اللي هو الجيومتريك مين زائد او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن، ف بيطلع اللور ليميت 2.5 والابر ليميت عندي بيطلع 3.1. الان هذا الرينج بقدرش اسلم فيه على ما هو عليه. ليش؟ لانه هذا الريفرنس انترفال للوج ترانسفورم داتا، فيجب ان ارجع الامر الى اصله اللي هو الريال فاليوز. فعندي 2.5 اللور ليميت وعندي 3.1 الابر ليميت للريفرنس انترفال. ذكرنا انه انا هذا ما ننساش انه هي لوج الريفرنس انترفال للوج ترانسفورم داتا. طيب الان انا بدي ارجعها للقيم الحقيقيه،
فبقوم بارفع ال 2.5 10 تو ذا باور 2.5 عشان ارجعها لقيمتها الاساسيه عكس عمليه اللوج ترانسفورميشن، وال 3.1 برفعها لاس ال 10 لاس 3.1، فبطلع معايا 318 الى 1258. 1258 الابر ليميت وال 318 هو اللور ليميت، وبالتالي اللي بيصير عندي هذا اللي هو الريال فاليوز، الريال فاليوز للريفرنس انترفالز اللي مبني على الريال فاليوز مش على اللوج ترانسفورم فاليوز اللي هي هنا. طيب هنا في ملاحظه، احنا تعمدنا نجيب هذا المثال، بنقول انه طيب المين هو 2.8 تقريبا، طيب هذا اللوج ترانسفورم مين. طيب الان لو انا بدي اشوف المين الحقيقي قديش، فبدي اقول 10 اس 2.8 لارجاع حساب الريال فاليوز من اللوج ترانسفورم فاليو، فبيطلع المين 635. 635 لو انا اطلعت على الرينج هنا بلاقيه مش واقع في المنتصف، مش واقع في منتصف الرينج هذا، فبالتالي ليش؟ لانه هنا بيقول لي النوت ذات كونفيدنس انترفال از نوت سيمتريكال، هنا المين مش واقع في سيمتريكال انترفالز بين القيمه هذه والقيمه هذه، لانه الابر ليميت اللي عندي هو 623، 623 above ذا مين، من الابر ليميت من 1268 للمين في عندي 623. طيب واللور ليميت لل 635 317، ففي عندك المنطقه هذه ضعف القيمه هذه، وبالتالي المسافه اللي ما بين الابر ليميت والمين ضعف المسافه ما بين اللور ليميت والمين، وبالتالي انا بعتبر هنا المين مش واقع سيمتريكال على الريفرنس انترفال، والمفروض انه المين بيقع في المنتصف. طبعا في الحاله هذه، في الحاله هذه بيكون انا عندي غالبا حتوجه الى ايه، الى انه انا اسلم بانه الداتا اللي عندي كمان مره بعد ما عملت لها لوج ترانسفورميشن ما ادتنيش السيمتريكال فاليوز اللي انا بدي اياها او البارامتريك او النورمال ديستريبيوشن، وبالتالي في هذه الحاله لازم انتقل الى ايه، الى انتقل الى حاجه اسمها كالكوليشن اوف ريفرنس انترفلز يوزنج بيرسنتايل رانكينج. بيرسنتايل رانكينج، البيرسنتايل رانكينج هو استخلاص ريفرنس انترفال بناء على ايه، بناء على انه الداتا اللي عندي نون جيسيان ديستريبيوشن، نون جيسيان ديستريبيوشن. طيب هنا لو كان في المين واقع في المنتصف او تقريبا في المنتصف الرينج اللي عندي، معناته خلاص مش مشكله عندي، يبقى الـ 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 الطريقه اللي انا اتبعتها طريقه جيده وكويسه. هل قلت ممكن اجرب انا اللي هو ان انا احولها للوج تو ذا بيز 2 او اللوج تو ذا بيز اي او النيتشر لوجاريتم، وممكن تظبط معايا ما فيش مشاكل. ما زبطت معايا وما تحولتش القيم الى نورمال ديستريبيوشن، معناته انا بضطر اروح في الحاله هذه الى ايه، الى البرسنتايل رانكينج. البرسنتايل رانكينج، طيب يبقى البرسنتايل رانكينج انا بستخدمها في حاله انه الداتا عندي لا زالت مصره انها تكون ايه، انها تكون نون جيسن ديستريبيوشن. طب ايش بقول لي في البرسنتايل رانكينج؟ بقول لي ار يوز تو كرييت ريفرنس رينج فروم نون جيسن ديستريبيوشن، هاي تستخدم في حاله النون جيسن ديستريبيوشن داتا التوب 97.5 اند بوتوم 2.5% ار يوز از ليميتس اوف ذا ريفرنس انترفال. الآن أنا إيش بسوي؟ برتب القراءات ترتيب تصاعدي من الأدنى إلى الأعلى، وبعدين باخد ال 2.5% بداية 2.5%، وهذه بتكون هي اللور ليميت بدايتها القراءات، وبحسب 97.5% بتكون هذه القيم بتاعتها أبر ليميت للريفرنس انترفال. الآن لما أنا باخد بشيل أول 2.5 وبشيل 2.5 من upper limit، بكون انا شلت 5%، وبالتالي انا اخذت ال 95% اللي في المنتصف. طيب بقول لي sufficient individuals and number of individuals are required before percentile are used. طبعا بالنسبه للبرسنتايل رانكينج احنا قلنا لما بيكون عندنا القيم non guessing distribution انا بحتاج الى اعداد اكبر من reference population، فاذا كان reference population انا اللي بحتاجه بيكون 40 مينيمم في حاله الهوموجينس او الجيسن ديستريبيوشن، كل ما كانت الداتا نون جيسن ديستريبيوشن معناته انا بحتاج الى ايه، انا بحتاج الى
اعداد اكبر من الريفرنس انديفيديوالز. وطبعا النون سيمتريكال داتا متفاوته من حاله الى حاله، وبالتالي مش كلها النون سيمتري بتكون نفس الدرجه، وبالتالي كانت الدرجه عاليه من النون سيمتري معناته انا بحتاج الى اعداد اكثر من البوبيليشن. طيب هنا اللي بيصير في البرسنتايل رانكينج انه الداتا، طبعا احنا اعترفنا وقلنا انه الداتا اللي عندي نون جيسن ديستريبيوشن، يعني لو انا برسم الكيرف بيكون عندي الكيرف سكيود، والانحراف هنا طبعا رايت سكيود لانه جاي الانحراف على الطريق على الجهه اليمين، وبالتالي انا بحسب المين ماشي، حسبنا المين، واللور 2.5% هنا بيكون هنا اللور ليميت للبرسنتايل رانكينج، والابر ليميت اللي هو 97.5، يعني هنا 2.5، يعني شلت 2.5 وهنا 2.5، لانه لما بشيل 2.5 من هنا بيكون اللي ضل عندي هنا 97.5، وبالتالي هذه بتكون الابر ليميت. لكن خد بالك هذه بعد ما يتم ترتيب الفاليوز ترتيب تصاعدي. حلقيت هتقول لي طب ايش افرقت عن الطريقه الاولانيه؟ ايش افرقت عن الطريقه الاولانيه؟ لا، بتفرق عن الطريقه الاولانيه في ايش؟ انه الطريقه الاولانيه انا جبت المين لكل القراءات وطلعت الستاندرد ديفيشن وحسبت المين زائد وناقص 2 ستاندرد ديفيشن اللي هو ال 95 اللي في النص حكينا. بس هنا انا ما حسبتش على اساس انه المين الجمع الجبري للمين وزائد 2 ستاندرد ديفيشن، لا انا حطيت الفاليوز تصاعديا وجبت اللي هو ال 2.5 تبعت القيم اللي هنا واللي حسبتها على اساس هي اللور ليميت، وحسبت اللي هنا ال 97.5%، وبالتالي انا استقطعت نسب بناء على ترتيب التصاعدي لهذه القيم، حسبت من النسب بناء على الترتيب التصاعدي ومش بناء على المين زائد 2.5 زائد 2 زائد او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن. فالقيم اللي هنا الطريقه اللي هنا مختلفه عن طريقه تبعت الجيسن ديستريبيوشن. طيب نفس الشيء حقيقة حتوضح أكثر في المثال اللي حنجيبه. نفس الموضوع إنه أنا قبل ما أنا أشتغل على البرسنتايل رانكينج ضروري جدا أتذكر إنه الأوتلايرز حتخرب لي كل الشغل، والأوتلايرز طبعا حتعمل لك مشاكل في الريفرنس انترفال، فلازم نشيل الأوتلايرز. في الحالة هذه الأوتلايرز عشان نشيلها بتبع القاعدة التالية: ريجكت، بقول ريجكت فاليو اف، ريجكت فاليو اف اكس 2 ناقص اكس 1 على اكس ان ناقص اكس 1 تكون هذه اكبر من ثلث. ايش معنى الكلام هذا؟ اكس 2 اللي هي القراءه الثانيه، يعني انت لما رتبت القراءات ترتيب تصاعدي فقلت هي الاكس 1 القراءه الاولى، القراءه الثانيه اكس 2، القراءه الثالثه اكس 3 وهكذا، الا انك تنتهي الى اخر قراءه اللي هي اكس ان، وبالتالي فبتصير انت عندك القراءة الثانية ناقص القراءة الأولى بعد ما رتبتهم ترتيب تصاعدي، القراءة الثانية ناقص القراءة الأولى بتقسمها على القراءة الأخيرة ناقص القراءة الأولى. إيش القراءة الأخيرة ناقصها؟ اللي هو الرينج كله للداتا تبعتك، آخر قيمة ناقص أول قيمة. الآن هذا التقسيم إذا كان قيمته أكثر من ثلث يعني أكثر من 3/10 معناته ال X1 هذه outlier بدك تشيلها، ال X1 هذه outlier بدك تشيلها. طيب لما شلناها بترجع تحسب كمان مرة، صارت ال X2 هي X1، صارت ال X2 هي X1، و X3 صارت هي X2، وبالتالي بدك تقول X3 اللي هي صارت X2 ناقص X2 اللي هي صارت X1 على ال XN ناقص X1 اللي هي برضو X1 هذه صارت X2، وبالتالي برضو نفس الشيء بتشوف إذا كانت أكبر من ثلث او لا، اذا كان اكبر من ثلث الاكس 2 كمان بتشيلها، وهكذا حتى انه انت تتخلص من جميع القيم الاوتلايرز. طبعا بقول هنا these outliers may be due to the measurement of errors, error in data recording or data بجيب لك يعني ايش الحالات اللي بتصير عندك الايرورز او الاوتلايرز، ممكن تكون خطا بشري من الناس اللي تعاملت احصائيا مع القياسات، او انه شخص دخل ريفرنس انديفيدوز مش لازم يكون يدخل ضمن المعايير دخل بالخطا وهكذا يعني. طيب الان انا في عندي هنا مثال للبرسنتايل رانكينج بتوضح الامور كلها. الان انا عندي الجدول اللي امامكم في الصوره، في عندي 282 قراءه، هذه كلها 282 قراءه.
لما انا حسبنا المين والستاندرد ديفيشن ورسمنا البيل شيب وحسبنا المود والمين والميديان، لقينا انه هذه القراءات نون جيرسون ديستريبيوشن. طيب عملنا لها لوجو ترانسفورميشن ما ظبطش الامور وبرضه طلعت معايا نون جيرسون ديستريبيوشن، فبالتالي اضطريت اني اروح على ايه؟ اروح على حساب البرسنتايل رانكينج. طيب في حساب البرسنتايل رانكينج ايش اللي سويناه؟ بيقول لي ان ذيس داتا اوتلاير ار ان افكتيف، ما لقيناش اوتلايرز. طيب كيف ما لقيناش اوتلايرز؟ فبنقول طيب تعال نحسب الاوتلايرز. فلما قلنا انه اكس 2، اكس 2 اللي هو 16 من 100، ايوه 16 من 100، اكس 2 ناقص اكس 1 اللي هي 15 من 100، فعندي 16 من 100 ناقص 15 من 100 تقسيم اكس ان، اكس ان اللي هي اخر واحده، اخر واحده اللي هي عندي ايش؟ اللي هي 1.66 من 100 ناقص اللي هي 15 من 100 الاكس 1، ف1.66 ناقص 15 من 100 هذا في ايش؟ في المقام. بيطلع معايا الرقم اللي امامكم هذا، الرقم هذا طبعا اقل من ثلث اللي هو طبعا ما فيش عندي، معناته ما فيش عندي انا اوتلايرز، فبالتالي هذه القراءات بتكون سليمه وما فيش عندي فيها اوتلايرز. لو لقيت الرقم اللي هنا طلع معايا، لو لقيت الرقم اللي هنا طلع اكبر من 3 من 10 يعني ثلث، معناته ايش اللي بدي اسويه؟ بدي اشيل ال 15 من 100، بشيل ال 15 من 100. خد بالك احنا بنقيس الاوتلايرز من وين؟ بتقيس الاوتلايرز من اللور ليميت والابر ليميت. ايش يعني؟ يعني هنا اذا انا بدي اشوف الاوتلايرز من هنا، معناته هنا برضه بدها تكون ايش؟ بدها تكون الاكس 2 اللي هي هذه ال 1.64 ناقص ال 1.66 على نفس الرينج. اذا بدي اجيب الاوتلايرز الكبيره لما تكون هنا 1.64 اللي هي اكس 2 من هنا ناقص اكس 1 من هنا على ال 100 على ال 1.66 ناقص ال 15، فبيطلع القيمه اذا طلع هنا اقوى من 3 من 10 بشيل ال 1.66 من 100 على اساس بتكون هي الاوتلايرز الكبيره، وبالتالي انا ببدا اشيل من فوق ومن تحت حتى تستقيم معايا الامور. طيب في هذا المثال ما صارش في عندي اوتلايرز، يبقى معناته على طول بخش على البرسنتايل رانكينج الطريقه تبعتي. طيب الان الطريقه تبعتي بتقول ايش؟ احسب اللور 2.5% واحسب اللور الابر 2.5%. طب اللور 2.5% ايش يعني؟ طيب 2.5% اللي هي 2.5 يعني 25 من 1000، الان بدي اضربها في ايش؟ في ان زائد 1، ان زائد 1 اللي هي 282 زائد 1، هذه احصائيه طلع عندي الرقم 7.8%، 8% بحسبهاش يعني طلع عندي 7. ايش معناته؟ معناته لما انا بعد سبع ارقام او سبع قراءات من اللور ليميت، القيمه السابعه هنا اللي هي 21%، اللي قبلها هذول القيم هذول هي 2.5% من مجموع القراءات اللي هنا. طيب تمام، هذا بالنسبه لايه؟ بالنسبه لللور ليميت. طب بالنسبه للابر ليميت نفس القصه، عد سبع قراءات من هنا، القيمه السابعه ما قبلها هي بتكون 2.5% بس من ناحيه ايش؟ من ناحيه الابر ليميت، وبالتالي القيم اللي هذه اللي من 15% الى 20% هذه بشيلها وبحسب من عند ال 21% اللور ليميت، والقيم اللي هنا انا بشيلها وبحسب من عند 1.4% اللي هي بتكون الابر ليميت، وبالتالي الرينج الريفرنس انترفال بيكون انا عندي 21% الى 1.4%، هذا الريفرنس انترفال اللي انا بعتمده، هذا الريفرنس انترفال اللي انا بعتمده. اذا انا السبع قراءات اللي هنا اللي هم السبع قراءات اللي هنا 2.5% وسبع قراءات هنا 2.5%. طب ايش اللي في النص؟ 95%، اللي في النص هنا 95%، هذه بتشكل 2.5، اول 2.5 القراءات اللي هنا اللي عند السابعه اللي باللون الاصفر، ولعند ال 1.4 من البدايه بتشكل عندي 97.5%، وبالتالي هذا 2.5%، فبشيل 7 من هنا بشيل 7 من هنا، ال 1 2 3 4 5 6 بعتمد السابعه، يبقى انا بشيل بعتبر من هنا 2.5 وبشيل من هنا 2.5، وبكون انا عندي ايش؟ هنا اللور ليميت وهنا الابر ليميت بعد ما اكون انا رتبتهم ترتيب تصاعدي. خد بالك بنرجع بنقول هذه مش زي طريقه الجيس ديستريبيوشن، الجيس ديستريبيوشن انا جبت المين لهم، المين لهم وحسبت الستاندرد ديفيشن وجمعت 2 او زائد او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن، هنا لا، هنا احنا رتبناهم ترتيب تصاعدي، شلنا ال 2.5% من هنا وشلنا ال 2.5% من هنا واخذت النص ال 95% بناء على ترتيبهم ترتيب تصاعدي، لاحظ ان هم دول مرتبين ترتيب تصاعدي، فضروري الترتيب التصاعدي هنا عشان يطلع معاك الحساب صح بالنسبه للبرسنتايل رانكينج.
طيب هنا بيقول لي هاو از ريفرنس انتيرفلز ديترمايند، بعض الاشياء اللي انت بدك تاخذها بعين الاعتبار في خلال عمليه تحديد الريفرنس انترفال. بقول لي تو اسيرتين ذا ريفرنس داتا ذا فولوينج ار ديترمايند فور جيفن انالايز. It is the laboratory responsibility to provide accurate reference interval based on the disease state, test methodology, and patient population served. طبعا احنا من البداية هنا في نقطة مهمة لازم نتطرق إلها، إنه الـ reference interval إيش دخله أساسا في الـ في الـ في المصاب تبعنا. احنا المصاب تبعنا lab management and quality control. الكواليتي كنترول يعني إنه أنا بدي أعمل يعني أشتغل على الفحوصات بحيث إنها تكون خالية من أي أخطاء ترضي المريض وترضي الطبيب. طيب واحنا شرحنا ايش يعني ترضي المريض وايش يعني ترضي الطبيب. الان لما يكون للمختبر اللي بيشتغل اتس اون ريفرنس انترفال، هذا معناته هو بيشتغل على نتائج صح. ليش؟ ما بينفعش اكون انا مثلا عندي مختبر كبير زي مختبر مستشفى ناصر او مختبر الاوروبي واجي انا اخذ ريفرنس انترفال من مختبر موجود في بريطانيا او مختبر موجود في امريكا، او اجي على البامفلت تبعت الكيت واقول ما هي ريفرنس انترفال. لا، هذا خطا. الريفرنس انترفال اللي موجود عندك في البامفلت تبعت الكيتات اللي انت بتشتريها من السوق، هذه ريفرنس انترفال ماخوذه من ناس عايشين في امريكا او في فرنسا او في بريطانيا، وبالتالي هذول الناس بياكلوا اكل غير اكلك وشرب غير شربك ولهم نمط حياه مختلف، وبالتالي ما بينفعش انا، ولهم اجهزتهم مختلفه والناس بيشتغلوا غير انت، وبالتالي ما بينفعش انا اخذ هذول الناس القيم بتاعتهم كريفرنس انترفال الي. طب ايش الحل؟ الحل انه يكون المختبر ناصر او المختبر الاوروبي يكون له ريفرنس انترفال خاص فيه، هذا هو الصح، يكون الى المختبر نفسه الريفرنس انترفال خاص فيه. طب ليش؟ لانه انت لما بتسوي ريفرنس انترفال خاص فيك، هذا معناته انت انشات هذا الريفرنس انترفال بناء على اجهزتك، بناء على الميه، بناء على الكهرباء تبعتك، بناء على الاستاف اللي عندك، ظروفك انت، بناء على البوبيليشن تبعك اللي انت بتتعامل معاهم. يعني نضرب مثال، الان لو احنا بدنا نيجي ناخذ ريفرنس انترفال للاناث مثلا في امريكا، بلاحظ انه الطبيعي ممكن يوصل من 12.5 الى مثلا 14. طيب هذا مثلا في امريكا، لكن لو اخذنا مثلا الاناث عندنا هنا ما بنلاقيش انه الريفرنس انترفال من 12.5 الى 14، لانه هذه نسبه عاليه بالنسبه الى ظروفنا، وبالتالي ما فيش بتلاقي النورمال الطبيعي انه قليل من الاناث عندنا هنا 14 الهيموجلوبين تبعهم، وبالتالي لا يمكن انه تستقيم الامور ما ان انا اخذ ريفرنس انترفال الهيموجلوبين عمين ريفرنس متاخذ من ناس في امريكا او في بريطانيا، طبيعه اكلهم وشربهم مختلف عنا واجسامهم مختلفه عنا، وبالتالي الصح ان انا اجيب ريفرنس انترفال للهيموجلوبين بناء على الريفرنس بوبيليشن موجود عندي انا في خان يونس او في رفح او في غزه. هذول الناس هم اللي انا باخذ منهم اللي بيكون الريفرنس بوبيليشن تبعي، مش باخذ ريفرنس بوبيليشن من بريطانيا وباخذ اللي بطبق ريفرنس انترفال عندي، هذا طبعا عدم دقه في النتائج، وبالتالي انت بدك نتائج تشتغل كواليتي كنترول صح، لازم مختبرك المركزي هو اللي يسوي ريفرنس انترفال. عشان هيك احنا بنقول الريفرنس انترفال بنعلمك كيف انك انت تنشئ ريفرنس انترفال فيما لو انت موجود في المختبر احدى المختبرات المركزيه في قطاع غزه، يجب انك انت تكون تعمل ريفرنس انترفال لكل فحص من الفحوصات اللي بيتم اجراءها في المختبرات المركزيه الثلاثه اللي هو الشفا والاوروبي وناصر. هذا الكلام اللي بعرفش انا اذا كان موجود هم عندهم او لا، هذا موضوع ثاني، لكن هذا المفروض يصير. فعشان هيك ريفرنس انترفال جزء اساسي من الكواليتي كنترول، عشان هيك احنا بنشرح هذا الدرس ضمن هذه المادة، انه ريفرنس انترفال استابليشمنت اوف ريفرنس انترفال جزء اساسي من اللي هو المصاب تبعنا. اللي بيقول لي اتز ذا لابوراتوري ريسبونسابيلتي، هذا من مسؤوليات المختبر انه هو لازم اللي يسوي ريفرنس انترفال بناء على الميثودولوجي تبعته، بناء على البوبوليشن تبعه، بناء على امور كثيره خاصه فيه هو. ايتش لابوراتوري شود ديفاين اتس اون ريفرنس انترفال فور، كل مختبر لازم يكون عنده ريفرنس انترفال خاص فيه بناء على الانسترومنت والبيشنت بوبوليشن. واللي بيقول لي ذس از بيكوز ديفرنس اكزيست بتوين ميثود اند جروبس اوف بيشنت، ممكن الريفرنس انترفال اللي انت اتبعته من خلال الكيت هو استخدم طريقه غير طريقتك انت، استخدم ناس غير الناس اللي انت استخدمته، والامور اللي احنا شرحناها، وبالتالي لا يستقيم الامر بالطريقه اللي احنا بنستخدمها او بناخذ ريفرنس انترفال من الكتب او من الانترنت او من البامفلت. لا، كل مختبر لازم يسوي، المختبر المركزي لازم يسوي ريفرنس انترفالز خاص فيه. طيب
terms in establishing reference intervals, Google samples should not be treated as special but should be collected and processed the same as routine laboratory workload. هذه نقطة في غاية الأهمية. لما أنت تيجي تعمل reference interval بالطريقة اللي احنا شرحناها جبنا البوبوليشن، ما بنفعش تيجي أنت بدك تشتغل reference interval تعمل إجراءات أكثر تشدد وأكثر دقة بخلاف الإجراءات الروتينية اللي أنت بتستخدمها في المختبر، لأنه هذا بيصير cheating، هذا بيصير خداع وبيصير غش في عملية أنت في عملية حساب الريفرنس انترفال. المفروض أن أنت تستخدم نفس الطريقة ونفس الفنيين اللي بيشتغلوا فحوصات روتينية، هم بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب تعمل ريفرنس انترفال، ما يكونش في إجراءات خاصة لإجراء ريفرنس انترفال عشان يكون الأمر صادق وحقيقي في الميدان. طيب بقول لي هنا an acceptable sample such as hemolyzed, contaminated or improper collection should not be used even if it is healthy person. طبعا هذا مهم جدا. إذا أنت في زملائك مثلا سحبوا العينات الدم لريفرنس انترفال لفحص الكرياتينين، كوليسترول، تريجليسرات، أيا كان، وانت لقيت انه عينة البلازما او السيرم اللي جمعوا لك اياها لقيتها هيمولايزد او كونتامينيتد او امبروبر كولكشن، هذه العينة ما تستخدمهاش في فحص الريفرنس انترفال، ما تستخدمهاش في الحساب، لانه هذه هتعمل لك مشاكل وممكن تطلع معك اوتلاير، وبالتالي اي خلل في عملية سحب الدم اللي انت بدك تجري عليه ريفرنس انترفال ما تستخدمهاش من ضمن الفحوص الحسابات اذا كان فيها مشاكل زي الهيمولايز او فيها كونتامينيشن او فيها الموبربر كولكشن او اي مشاكل انت شاكك فيها وحسيت ان الامور مش ماشيه في الجمع العينه صح، ما تستخدمهاش واطلب غيرها او استبعدها من اساس، لانه غالبا هي هتعمل لك اوتلايرز. طيب the method of analysis should be carefully monitored, precision, accuracy, quality control and using good hands. طبعا هنا لازم تتبع اجراءات اللي هو الكواليتي كنترول زي البريسيجن والاكيوريسي، تتاكد انه انت مختبرك واجهزتك عندها بريسيجن صح، واحنا شرحنا ايش يعني بريسيجن صح وشرحنا ايش يعني اكيوريسي صح. لازم تكون انت عندك في المختبر البريسيجن عالي والاكيوريسي عالي والكواليتي كنترول شغال معاك وتستخدمهم من ضمن الفحوصات، وقلنا الكواليتي كنترول هي عباره عن عينات معلومة القيمة انت بتحطها مع عينات المرضى وبتشوف لما تجري الفحص للمجموع عينات المرضى مع الكواليتي كنترول، هل الكواليتي كنترول طلعت قيمة بنفس اللي هي القيمة المعلومة اللي انت عارفها واللي هي جايبها من الشركة. وبالتالي ليش نحكي الكلام هذا؟ اللي بريسيجن والاكوريسي والكواليتي كنترول هدول ضمان لانه انت بتعمل فحص ريفرنس انترفال صحيح، ضمان للداتا اللي انت بدك تطلعها تستند عليها في الريفرنس انترفال انها تكون داتا تبعتك فعلا هي داتا دقيقه، لانه عندك بريسيجن عالي واكوريسي عالي وفي عندك استخدمت كواليتي كنترول ويوزنج جود هاندز. ايش يعني جود هاندز؟ يعني اللي بيشتغل فني بيفهم، فني نظيف، فني ايده فاهم ايش اللي بيسويه، ما نجيبش فني مهروش وفني مش مهتم او كيرلس. يعني يجب انك انت تنقي الفني اللي كويس واللي منيح اللي بيشتغل الشغل هذا، هذا كله ضمان ان احنا يعني يطلع عندنا الريفرنس فاليوز دقيقه وصحيحه. When method of analysis is changed or altered, a new reference intervals should be determined. لما انت بتكون شغال على طريقه وطلعت الريفرنس انترفالز افرض انه صارت ظروف واحنا بدنا نغير الطريقه اللي بدنا نشتغل عليها، المفروض الطريقه الجديده يكون لها ريفرنس انترفالز جديد. And this new interval should be presented to the medical staff. ولازم يبلغ في ريفرنس الميديكال ستاف اللي بيشتغل عندك في المختبر. اللي بقول لك number of individuals required for reference interval will depend on the method of calculation. قلنا الكلام هذا، قديش عدد الناس اللي انا بدي اشتغل عليهم عشان اجيب الريفرنس individuals، وان هذا بيعتمد على اللي هو المدى السيمتري للبوبوليشن. Distribution of values within the group will play important role in determining the required sample population, which method used to calculate the reference interval. وهذا كلام برضو حكيناه إنه ال distribution والقديش عندي ال normal distribution، قديش هو normal وقديش هو Gaussian distribution منضبط، هو اللي بيحدد ال group
البوبوليشن سايز، وقلنا اذا كان عندي بوبوليشن سايز اللي اذا عندي الداتا البوبوليشن سايز هوموجينس معناته في المينيمم 40، قلنا الكلام هذا. والميثود ايضا اللي هل بدنا نستخدم برسنتايل رانكينج، هل بدنا نستخدم اللوج ترانسفورم داتا، هل بنستخدم المين زائد 2 زائد او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن، كل هذا بحدد لي اياه مين؟ بحدد لي اياه اللي هو السيمتريكال ديجري للريفرنس بوبوليشن. هذا بما يخص الريفرنس انترفال، وبكون كده احنا خلصنا موضوع الريفرنس انترفالز اللي هو اليونت الثالثه. يعني نتمنى ان يكون الموضوع واضح ومبسط، وان شاء الله نستكمل في محاضره ثانيه اللي هو اليونت 4. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.